زي ما بقول لك، يمكن من الاسباب اللي خلتنا نركز في الموضوع ده او نتحمس ليه شويه هو وجود تطور في مركز الشباب بشكل كبير. وزاره الشباب والرياضه عملت شغل كبير جدا في مركز الشباب وطورت الملاعب. ده يمكن اداني الفكره ان احنا ننزل المراكز ونشتغل معاهم على التدريب واكتشاف الموهوبين. ان اثر مسافات كتير جدا موضوع الملاعب ده، وخلى فيه قاعده من اللاعبين تنزل، وخلى فيه قاعده من الشباب ان هم يزاولوا كره القدم. خلاني انا عايز اكتشف الاقي حته كويسه الاولاد يشتغلوا فيها كويس، تعرف تطبق فيها تدريب كويس. يعني الحمد لله، بس نتمنى ان شاء الله تكمل على خير باذن الله. هل الموضوع ده يقتصر على اماكن معينه؟ لا لا، على اماكن معينه طبعا. انت مركز شباب حوالي في 3000 مركز او 4000 مركز شباب في مصر، صعب جدا عليا. يعني احنا لسه بنبتدي حاجه جديده، الله اعلم. نتمنى انها تنجح ان شاء الله. فابتدينا ب 10 وهنشوف بعد كده ان شاء الله في مرحله ثانيه. لا، مفيش احتراف لسه، دي حاجه بعيده قوي. لكن انا اهم حاجه ان احنا نطلع الموهوبين، يبقى عندنا لعيبه كتير موهوبه. الموهوب نديله الفرصه ان هو يبان، ونطوره ونسخله ونرعاه غذائيا وصحيا، وبعد كده بقى ستيب 2 يروح نادي في مصر، يطلع بره، الله اعلم يعني. لكن خلينا الاول نكتشف ان شاء الله. طبعا طبعا. ودي حاجه على فكره برضه عايز الفت ليها النظر، انت يعني في كل مركز شباب مثلا عندنا حوالي 4 أو 5 مدربين في 10، يعني 50 مدرب. ده يعني فرص عمل لشباب زيك وزينا عايزين يشتغلوا. فان شاء الله هو الموضوع يعني فيه كذا جهه ايجابيه ان شاء الله باذن الله.